انك زملكاويه، يعني قالها لك على الهوا، لكن النهارده انت كنت موجوده وبتشجعي الاهلي اكيد بيمثل مصر. مصر طبعا طبعا بنشجع طبعا مصر وبنشجع الاهلي النهارده، والف مبروك وباذن الله نتمنى التاسعه باذن الله للاهلي المره التاسعه ان شاء الله. عارفه الاهلي واخد 8 دوري ابطال افريقيا حافظين. طبعا الف مبروك، كلنا مبسوط تاسع يا اهلي. الف مبروك. وجود الاهلي عيد هنا بالنسبه لكم؟ طبعا اي حاجه من ريحه مصر بتبقى جميله وبتبقى عيد بالنسبه لنا يعني. طبعا الف مبروك الف مبروك الف مبروك. بالتاكيد يعني انتصار مهم والناس بتتكلم فرحانه وسعيده بان وجود النادي الاهلي هنا وعيد بالنسبه لهم يا كابتن ميدو، حتى لو في بعض الجاليه المصريه زملكاويه، لكن وجود النادي الاهلي بالنسبه لهم طبعا بيمثل مصر وسعداء ان الاهلي بيفوز وعارفين 8 دوري ابطال افريقيا ويقولوا كمان التاسعه. الاهلي بعد قليل باذن الله هيكون في تنسيق مع كابتن محمد يوسف لاجراء عدد من اللقاءات.